هيئة التحرير هي تقسم المهام فيما بينها لمتابعة الوضع المتعلق بكورونا المستجد وتداعياته على مختلف القطاعات، وبالتالي هناك متابعة التي تحرص على كل ما له صلة بالمجتمع، إضافة إلى كذلك الواقع الاقتصادي والواقع الصحي، ثم التأثير على كافة القطاعات الأخرى. إذن هناك تقسيم المهام ما بين الزملاء والزميلات من أجل تقديم كل ما يتعلق بهذا الوباء والمستجدات المرتبطة به للمواطن والمواطنات، إضافة إلى تزويدهم بالنصائح الضرورية الاحترازية والتدابير الوقائية من أجل تفادي انتشار العدوى. الاحتراز الأول هو قررنا أنه هذا الطاقم ديال الجريدة ما يشتغلش كاملا، لأنه ملي كاين المشكل ديال هذه الجائحة وهو في الاختلاط. دونك قسمنا الطاقم التحرير إلى قسمين، قسم يشتغل عن بعد وقسم كيحضر الجريدة. كومسا كنضمنوا واحد ليسباس بين الزملاء، وأيضا ركزنا على جانب مهم هو النظافة ديال المكان. كتلاحظوا انه تم التعبئه ديال العاملات ديال النظافه باش الجريده كتظل دائما نظيفه جدا باش الزملاء يبقوا في الحمايه. ثالثا كان هناك في الاجتماع واحد التوجه ديال التحرير، توجه نحو كيفيه المعالجه ديال هذه الجائحه. التوجه اللي كان وهو نقل الخبر بصدق ومصداقيه، تفادي التهويل وتوعية الناس. تبي شهرين لفحص بتدبير وباء. الإذاعة ديالنا قيمة بجميع التدابير والاحتياطات، يعني فيما يخص التعقيم، فيما يخص كذلك المسافة بين صحفي وصحفي، فيما يخص كذلك الإجراءات ديال السلامة. وهاد الميساجات ديال الإجراءات السلامة وهاد الرسائل هذه هي اللي كنحرصوا من خلال شبكة البرامج ديالنا أننا نوصلوها للمواطنين. أولا إجراءات احترازية بخصوص النظافة، عدم تفشي الفيروس اللي عارفها كل شيء، يعني خدنا تزويد الطاقم كله بكل مسلزمات ديال النظافة إلى كانوا داخل المؤسسة. ثانيا إجراءات كتتعلق بظروف العمل، وأيضا الحفاظ على واحد الديمومة مستمرة بأقل عدد من الصحفيين اللي هما فرضنا عليهم أنهم ما يتلاقاوش في عدد السوايع ديالهم. مثلا أن خاص استعمال استوديو الأول بين ما تعقم الاستوديو الثاني. المرحلة الثالثة لغاية الأولى كاين قرارات واحدة أخرى، يعني تخفيض العامل إلى أقصى حد والعمل من منزل، كنفضلوا التيلي ترافاي، بتزويدهم بأجهزة وبإمكانيات أخرى داخل المنازل ديالهم ولوجيسيلات اللي كتمكن لهم أنهم يديروا البرامج ديالهم والحفاظ عليها من المنازل ديالهم. كان اتخاذ أول قرار هو أن الضيوف ما يبقاش استقبالهم والناس اللي خارج المؤسسة استعمال الهاتف أولا. ما كاين حتى ضرورة يعني كتمنع لنا أننا نجيبوا الناس ونعمروا الاستوديوهات. كنحاولوا نوصلوا الخبر أول بأول قبل البوكلاج. مع الأسف كتجينا أخبار لا تطمئن، ولكن إحنا كنحاولوا نشتغلوا نقدموا للمواطنين واحد المنتوج الصحفي عنده مصداقية وعنده في نفس الوقت خبر توعوي وتطميني. احنا في البرامج ديالنا ومن خلال الشبكه ديال المنشطين والصحفيين ديالنا كنحاولوا اننا نبتوا روح الطمانينه، نحاولوا اننا نعطيو الخبر الصحيح في الحين ديالو، نحاولوا اننا نساهموا مع بلادنا في هذه الاجراءات الاحترازيه ما امكن، ونبتوا رسائل ايجابيه.
إذاعات كيمثلوا 15 مليون مستمع في اليوم، إذاعتنا كتمثل 2,500,000 مستمع تقريبا، وبالتالي حنا كنحاولوا هاد الناس هادو نوصلوا لهم الرسائل أولا اللي كتجي اولا باول، والاخبار ديال الحاله الوبائيه، السلطات المحليه اش كتطلب، التوعيه، التعليم وغيره، الحفاظ ايضا على واحد الرابط وواحد التواصل دائم مع المستمعين من خلال البرامج بتوعيته مباشره، الحفاظ على سلامتهم الصحيه يعني من خلال المتدخلين والخبراء اللي كينصحوهم اش يديروا كيفاش يتعاملوا.